قال تعالى فلما جاءهم موسى جاء موسى مصر وعاد لمصر بعد غيبة عشر سنوات زاد صارا بحياته وصار من فتنة فرعون وملئه ترك أمه ترك أخاه هارون وترك أخته التي قصت أثره عندما أرسلتها أمها لتتبع أثره عندما قذفته في النيل جاء إلى أمه على قدر وهي تنتظر تنفيذ وتحقيق عهد الله عندما وعدها في الأول عند الولادة إنا رادوه إليك وجاعلوه من المرسلين عندما أمرها الله جل جلاله وأوحى إليها بأن ترضعها فإن خافت فتقذفه في الرمل لتقذفه وترميه في البحر ولا تخف عليه غرقا ولا تخف عليه موتا لأن الله سيرده بل وسيجعله من المرسلين فقد تحقق الوعد الأول ورد الله إليها ما عز وكرامة وأمن فلان سيعود إليها نبيا رسولا كريما ومن أوفى بعهده من الله فلما جاءهم موسى بآياتنا بيناتنا قالوا ما هذا إلا إثم مبين هذا إلا سحر مفترى ما سمعنا بهذا في آبائنا الأولين أي ذهب منكم وهذا في القرآن كثير تحذف أشياء وتعلم من سياق الكلام ذهب منكم نقل ببيت أمي أقر عنها بعودتي أقر عنها برسالتي وخاطب هارون وبلغه رسالة ربي وأمره بالذهاب معه وبن كينونة في صحبته وذهب وإياه حرق إلى فرعون توجه فرعون بأن موسى قد حضر ولم يحضر خائفا ولم يحضر راجيا ولم يحضر على أنه ابنه ومتبناه الذي عاش في بيته ولكنه جاءه مشبها بدينه مكذبا لألوهيته داعيا له إلى ربه منذرا له إذا لم يؤمن وإذا لم يسلم له بني إسرائيل وينزل عنهم الاستعباد وينزل عنهم الاضطهاد ويذل عنهم الآلام والتجريح للذكور والاستحياء للنساء فلا يلومن إلا نفسا لغضب من الله في الدنيا وغرق ولغضب الله وعذابه يوم القيامة أشد وأنت وإذا بموسى عندما وقف على باب فرعون ودخل الكراس والجند والحاشية موسى وجاء معه أخوه هارون لم يستطع هارون أن يخرجه أو أن يرفض الاجتماع به أو أن يهدده بالقتل وبالمحاكمة بل عندما جاءه وقابله ودعاه إلى الله الواحد وأنه جاءه رسولا من الله يدعوه إلى رب العالمين فأخذ فرعون يقول وما رب العالمين وهو يتساءل في ذلك هادئا جاهلا كان ملخص القول في هذه القصة وقد مضى ذلك مبينا بأكثر من هذا تفصيلا عند العرض وعند الوقوف على رأس فرعون يدعوه إلى الله فلما جاءهم موسى بآياتنا بينات جاءهم بالآيات بالعلامات بالبراهين بينة واضحة مشرقة إذ عندما قال لهارون أنا رسول ربك إليك ما قد يسأله من هو هذا الرب قال رب العالمين بعد ذلك أخذ فرعون يقول الملأ معه إن رسولكم يوم لمجنون جاء بما لم تعرفوا ولم تدركوا فيقول موسى عندي ما يصدقني قال أبين ذلك إن كنت من الصادقين وإذا بي وعصى في يدي يقرفا قلنا وإذا بفرعون يرعب ويرجع إلى الخلف ويرجوه أن يعيدها كما كانت ويأخذ الحية فتعود عصا فيعود ويكرر
يدخل يده ويخرجها لن يستخلف النهار، لم يرى فرعون في ذلك الا نارا ولم يرى نورا، فزاد رعبه وزاد هلاؤه وزاد فزاعه. ادخلها موسى في جيبه وخرجت كما كانت. لما راى فرعون وملأه جماعته كبراء دولته اتباعه من الفجرة الفسقة راوا هذه الايات بينات، ماذا كان جوابهم؟ فقالوا ما هذا الا سحر مفترى، ليس هذا الا سحر كاذب مخترع، لا رسالة ولا نبوءة. لماذا الكلام؟ لان السحر كان ازافة في مصر وعند فرعون، هي العلامة الكاشفة للأمة المصرية ولدولة فرعون للأقباط والفراعنة. فعندما جاءهم بشيء يشبه ما هم عليه من السحر وتغيير الأجناس وتغيير الطبائع فيما يظن فرعون وجماعته، قالوا هذا سحر نعرفه وبلدنا فيها الكثير من هذا، إن هذا ليس هذا إلا سحر مفترى وما سمعنا بهذا في آبائنا الأولين. لم نسمع عن آبائنا ولا أجدادنا أن هناك ربا غير فرعون أو إلها خالقا غير فرعون. وهؤلاء البقر حيوانات يرون فرعون يسير ويمر ويعجز ثم يموت، كيف الرب يموت وكيف الإله يعجز؟ ولكن هكذا العقول إذا ابتليت بالشرك وابتليت بالكفر ذاب نورها وذاب فهمها وذاب وعيها، فكانت كالأنعام. هل الأنعام أشرف وأكمل وأبيض؟ بل هم أضل كما وصف الله جل جلاله. ما سمعنا بهذا في آبائنا الأولين، قالوا لم يسمعوا وهم كذبوا وافتروا، قد سمعوا بأخبار الأنبياء قبل. يوسف كانت نبوءته في مصر وكان ملكا في مصر وكان يتصرف في مصر وهم يسمعون ذلك، وسمعوا بيوسف وسمعوا بأبيه يعقوب وسمعوا بجده إسحاق وسمعوا بجد الكل إبراهيم وسمعوا بنوح، وبالتالي سمعوا بجد البشرية وأبيها الأول آدم عليه وعليه جميعا سلام الله. ولكن نريد أن الفراعنة حكام مصر لا يعلمون إلا أنهم آلهة وأرباب، ولم آلهة وأرباب؟ يقول فرعون ويضحك على قومه ويستخف عقولهم، أليس لي ملك مصر وهذه الأنهار تجري من تحتي؟ حتى أن هذا الجزء الصغير حكر من الدنيا من ملكه يمكن أن يكون ربا وأن يكون إلها. أحد خلفاء بني العباس مرة وهو يتذكر قرأ قصة فرعون فحفرها فقويت في نفسه، فقال أنا أملك الدنيا وأتمدد على ظهري وأقول للسدب خذي هنا أو هنا فخرجوقي إلي، ومع ذلك أتيت أبكي ساجدا ممرغا جبيني وأجي على التراب أطلب رحمة ربي ومغفرة ربي. ومصر ليست إلا جزءا صغيرا من مملكتي وأرضي، فيدعي هذا المجنون الألوهية بذلك، والله لن أولي على مصر إلا عبدا وخادما من خدمي. وولى كافور يخيره كان مفجر الشعر مشقوق القدمين في اخر الصفات، ومع ذلك وكان كافور خلقه حكمه ولايته احسن ما يكون عدلا واداره واتقانا. اين فرعون واباؤه؟ اين فرعون ما تركه من شرك؟ قال تعالى وقال موسى ربي أعلم بمن جاء بالهدى من عنده ومن تكون له عاقبة الدار إنه لا يفلح الظالمون. قال موسى بعد أن جاء بالبينات، ربي أعلم بمن جاء بالهدى، أنا آمنتم أنتم الذين تدعون الألوهية، وأنتم أعجز ما يكون عن خدمة نفسكم وعن جذب الخير لكم ودفع الضر عنكم، هل أنتم الذين جئتم بالخير أم أنا؟ وقال موسى ربي أعلم بمن جاء بالهدى من عندي، جاء بما يهدي الخلق يهدي الفراعنة
جاهد الأقباط وجابر العباد من الله أجاب الرسالة وجاب التوراة وجاب الحكم وجاب الصلاح وجاب النور بعد الظلام ومن تكون له عاقبة الدار لمن ستكون العاقبة عاقبة دارنا الآن والعاقبة يوم القيامة سترون بعد ذلك والله أعلم إن أنتم كذبتم وجهلتم هل ستكون العاقبة لي أو لكم هل سأنتصر أنا وأنتم هل سينتصر الله جل جلاله الله القاهر فوق عباده أم أنتم الكفرة الفجرة الذين أنتم أعجز من حيوان فضلا على أن تدعوا الألوهية الربوبية ومن جاهل هدى من عندي ومن له عاقبة الدار إنه لا يفلح الظالمون الظالمون الكافرون المشركون لا فلاح لهم لا نجاح لهم لا سعادة لهم في الدنيا ولا في الآخرة وإلى فرعون يقول قولته الفاجرة يقول قولته التي اهتز الأرض استنكارا واستقباحا واستهزانا فإذا فرعون يقول وقال فرعون يا أيها الملأ ما علمت لكم من إله غيري قال أنا ربكم الأعلى وليس إلها فقط إله الأعلى وهو عندما يستدل على جلالة ألوهيته يقول أليس لي ملك مصر جنك مصر لا العالم كله وله شيء من الماء والنيل أين هو من البحر الأبيض ومن بحر المحيط ومن لا يزيد على أنه ما في خافية إذا قيل في قصور الدنيا أما في المحيط فلا مناسبة ولا قياس قال فرعون وقال فرعون بملئه بأشرافه بقادة دولته بضباطه ووزرائه وانصبور بمحضر موسى وهارون قال موسى قال فرعون وقال فرعون لملئه ما علمت لكم من إله غيري ومن إذا دخلت على النكرة عمت أي ليس هناك إله البتة إلا هو ما علمت لكم من إله غيري وكما قال تعالى فخط قومه فأطاعوه أضاع عقولهم فذهب نفوسهم فحق وعيهم فأطاعوا على أنه رب وإله لا أعلم لكم من إله غيري ثم اتفق يكتب شيئا منتهى ما يكون من الحضارة كما يقول أهل مصر وإذا به يلتفت إلى وزيره هاما فقال فأوقد لي يا هامان قال فأوقد لي يا هامان على الطين فاجعل لي صحا لعلي أطلع إلى إله موسى وإني لأظنه من الكاذبين يا هامان اسمعني يا جر اسمعني طوب اسمعه بالنار واجعل أجر على أجر هذا ما هو كفاني ثم بعد ذلك اجعلني صح القطع منير أي منارة عالية لأصعدها وأصل إلى إله موسى إنه قال يا هامان أوقد لي على النار أوقد لي على الطين اجعل نارا أوقد عليها طينا واجعل منه أجرا واجعل منه طوبا اجعل لي قطر صح الصخر والقطر الكبير المنيف المجين أو المنارة وهي في هذا المعنى العالية وفي أيام الهالك السابق والتاريخ يعيد نفسه بنى صرحا بنى منارة وصعد فيها في أجواء الفضاء كما كذلك يريد أن يطلع على إله المسلمين الذين عذبهم وسحقهم وقتلهم أين هو؟ ذهب إلى فرعون جده الأعلى والتاريخ يعيد نفسه كما يقول أهل التاريخ قال يا هامان أوقد لي على الطين أوقد النار من الوقود من النار اجعلني من الطين طوبا آجرا شدارة واجعلني صرحا
كان يطلع الى اله موسى يصعد هذا الصخر وهذه المنارة تبحث على موسى انه واني لا اظنه من الكاذبين ومن اول مرة قال تصعدت فلا اجده مع ان الله معه الله في حياته في كيانه في وجوده وفي كل شيء له آية تدل على انه الواحد من الذي احياني واحياكم من الذي امدني بالحركة امدني بالقوة امدكم من الذي جعل النهار للسكون جعل الليل سكنا والنهار مبصرا من الذي خلق السماوات من ومن تبقى نقول من الى يوم القيامة ولم تكتهي من فالله تراه في كل شيء الكل خلقه الكل امره الكل اثر من اثاره الكل خلقه وسيغنيه ولم يكن يوما كان الله ولا شيء معه وكان هذا الكون في عدم لم يكن موجودا احد فخلق ابانا الاول من تراب وامنا من ضلع من ضلع ادم ثم خلقنا من ماء دافق من خلد الاب ومن رحم الام واختص عيسى بان خلقه من الام بلا اب لعلي اطلع الى اله موسى واني اظنه من الكاذبين قال تعالى ومن الغريب ان يخطر في بني انسان في الارض ان يدعي الالوهيه دعا الملك شيء قليل دعا الجاه شيء قليل دعا العلم فيدعي امام الجهال لا يظنه عالما ادعى المال قد يسرقه ويخطفه ويأخذ أموال الناس أما أنه يدعي الألوهية أنه يحيي ويميت وقد سبق نمرود عندما ذهب إليه إبراهيم يدعو لعبادة الله قال عن ربي يحيي ويميت قال أنا أحيي وأميت كيف النمرود يحيي ويميت يأتي بالإنسان يقتله قال فأنا أمته يحييه يتركه من القتل فأجاهد الجدل إبراهيم وقال إن الله يأتي بالشمس من المشرق تأتي بها من المغرب قال الله نخرج الشمس من المشرق خرج بها أنت من المغرب وبوت الذي كفر فصرف الأبله الضائع المجنون وهكذا رسل الله أرسلهم الله للبشر ليعلمهم عبادة ربهم توحيد إلههم وأنه لا شريك له ولا ثاني معه لا في ذات ولا في صفة ولا في فعال قال تعالى واستكبر هو وجنوده بغير الحق واستكبر هو وجنوده في الأرض بغير الحق وظنوا أنهم إلينا لا يرجعون استكبر فرعون تعالى كان جبارا كان مفسدا كما وصف الله من قبل تعالى عن الخلق بل وتعالى عن ربي وظن انه يستطيع ان يفعل شيئا واستكبر هو وجنوده بغير الحق هل له حق في هذا الاستكبار هل خلقك خلق الله هل احياك احياء الله هل اماتك اماته الله حتى في الكفر دعوى هو هذيان يقوله المنرور وذاهب العقل استكبر هو وجنوده بغير الحق وظنوا انهم الينا لا يرجعون فخطر ببالهم وظنوا انهم لا يموتون ولا يعودون الينا ولا يحاسبون على شركهم ولا على كفرهم ولا على تألهم ولا على ظلمهم ولا على ما يصدر منهم قال تعالى فأخذناه وجنوده فكانت النتيجة كما قال نبينا عليه الصلاة والسلام من يتأله على الله يكذب وتكذبه في إذلاله وفي تحقيره ليراه من عبده بغير حق وأنه بئس العابد والمعبود من كل بشر من كل كاذب من كل مدعي مبتلى على الله قال تعالى فأخذناه وجنوده فنبذناهم في اليم انظر كيف كان عاقبة الظالمين يقول تعالى دعوى هذا الإله الكاذب كانت أن أخذناه هو وأخذنا جنوده من ملأ
ومن كبراء ومن أتباع ومن أشياع ومن مناصرين فقذفناه في البحر كما يقذف الشيء الذي لا هم له ولا شأن له قذفه في اليم رماه في البحر غرقوا ذهبوا ضاعوا وكان لم يكن وابقى جثة فرعون أبقاها على جسدها وعلى حالها لتكون لمن خلفه آية لأنهم زعموا أن الرب انتقل إلى مكان آخر وفرعون لا يموت ولا يقتل فعندما غرق في النيل وجاب أصبح جيفة احتقر النفوذ وإذا بها بقيت على حالها تعرض على الملأ تراها من يرى فرعون ويعرفه ويعلمه بحيث تحققوا أن هذا الإله الكاذب ليس إلا إنسانا كالناس الله أحياه الله أماته وهذه الجثة لا تزال إلى اليوم في متاحف النصر في الموميات ولكن لا تعرف بعينها فيقولون لك هذه العشرة أو هذه العشرين هي من فراعنة مصر هذا فلان هذا فلان هذا فلان ولكن بالتأكيد القاطع أن هذا فرعون موسى يحتاج ذلك لخلق القتال وأين الدليل وأين البرهان ولكن لا شك أنه واحد منهم لأن الله قال بأنه سيجعله آية لمن يأتي بعده ولمن يأتي خلفه وهو آية لا تزال إلى يومنا ذهب فرعون كما ذهب البشر هلك ذهب الدعوات ذهب قومه وغرقت جنوده أورث الله الأرض لموسى ومن معه ونزل أولئك وسحقهم وكانت العاقبة للمؤمنين وإن جندنا لهم الغالبون قال جل جلاله فأخذناه وجنوده فنبذناهم في اليم فانظر كيف كان عاقبة الظالمين انظر أيها المؤمن انظر أيها الإنسان انظر يا محمد انظر يا من آمن بمحمد ومن جاء بعده إلى يوم القيامة كيف كانت عاقبة المشركين الظالمين لأنفسهم الظالمين للناس الكاذبين على الله المدعين ما ليس لهم قال تعالى وجعلناهم أئمة يدعون إلى النار ويوم القيامة لا ينصرون هم أئمة نعم هم حكام نعم هم ملوك نعم أئمة الحكام والملوك أجساد وزعماء لكن زعماء ماذا؟ زعماء للنار أئمة الكفر لا يكتفون بالكفر في أنفسهم من يأبون إلا أن يكفروا ويدعون للكفر أن يشركوا ويكونون دعاة للشرك أن يظلموا ويكونون دعاة للظلم ولذلك الإنسان لا يطمع في الحاكم عندما لا يكون مؤمنا عندما لا يكون عاقلا عندما لا يكون مصدقا برسالات الله وبرسالات خاتمهم صلى الله عليه وعلى آله فهي إمامة ودعوة للنار كما قال النبي عليه الصلاة والسلام عن عمار بن ياسر رضي الله عنه ويح عمار تقتله الفئة الباغية يدعوهم إلى الجنة ويدعونه إلى النار أي مهما قالوا وقيل عنهم فهم أئمة للنار ومهما قالوا عن عمار وقيل عنه وعن قادته فهم دعاة إلى الجنة وأئمة للجنة وأئمة للمؤمنين ويوم القيامة لا ينصرون لم ينصروا في الدنيا وكذلك يوم القيامة وكذلك في الآخرة لم ينصروا لن ينصر الله كافرا لن يرحم الله كافرا فليس للكافر إلا الذل والهوان والغضب والخلود في النار أبدا الآبدين ودهر الداهرين إن الله لا يغفر أن يشرك به فيغفر ما دون ذلك لمن يشاء قال تعالى وأتبعناهم في هذه هلكوا وذهبوا وأتبعناهم في هذه الدنيا لعنة ويوم القيامة هم من المقبوحين ومعنى ذلك أنه يشرع لمن ذكر هذا الكاذب المتألف وأمثاله أن يذكره ويتبع ذكره اللعنة فيقول قال فرعون لعنه الله
وقال أقباط لعنه الله، فهم مدفوعون باللعنة وبالخزي وبسوء الذكر وبالاحتقار نتيجة دعواهم لما ليس لهم به حق، ولا يمكن أن يكون، وتتاهلكوا بأنت الدافر مع الهالكين، ولم تدفعهم إلا اللعنة، وهم يوم القيامة من المقبوحين، القباح، الخزايا، الملعونين، الخالدين في النار، الذين لا يكاد يذكرهم أحد إلا بالخزي والبراءة من أعمالهم، والحمد لله كثيرا على أنه لم يطبقهم ولم يتبعهم. وليس فرعون إلا مثالا لمن فعل فعله، وليس هو شخص بعينه، فهذا كان مثالا، فكل من جاء بعده ومن كان معه وإلى يوم القيامة قد دعا دعوى فرعون، قال لا إله وأنه وحده إله، ظلم واستشرك وأكل المال الحرام وجعل لنفسه ربا دون الله، له من اللعنة ومن الخزي في الدنيا، وله من القبح والتقبيح والخزي يوم القيامة والخلود في النار أبد الآبدين كذلك. قال تعالى ولقد آتينا موسى الكتاب من بعد ما أهلكنا القرون الأولى بصائر للناس وهدى ورحمة لعلهم يتذكرون. بعد ذلك أنزل الله على موسى التوراة، فيها الهدى وفيها النور وفيها التوحيد وفيها ما في الكتب السماوية السابقة واللاحقة، ولكن هذه صفة التوراة عندما نزلت، ولكن العبرانيين أتباع موسى بعد ذلك غيروا وبدلوا وحرفوا، وفي التوراة التي بين أيدينا والتي كانت منذ قرون وفي عصر الوحي محمد وعن الله تعالى تحدث في كتابه أن علماءهم خبراءهم عارفين بدلوا فيها وغيروا حرفوا وكذبوا زادوا ونقصوا ودخلوا الشرك بعد ذلك. ولقد قال تعالى عنهم وقالت اليهود والنصارى نحن أبناء الله وأحباؤه، فزعموا أنهم أبناء الله، بل نشركوا بالله واحدا، فتشركوا كل البشر لأن ابن الإله إله صح أنه ابن، ولا ابن لله، ولا يقول إلا أن يكون له ابن، قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد. ولكن الشركين قالوا ذلك، التوراة التي بين ايدينا فيها الطعن في جلال الله وفيها خذف الانبياء واتهامهم بالكبائر بالسكر بالزنا بالفساد باتيان المحارم ما لم يكن يكد يخطر على بال. ومن هنا كان اليهودي في دمه وفي عرقه وفي نشاته وفي بيتوته وفي بيئته عنصرا للفساد، هم يدينون بشتم الله، يدينون بقتل الانبياء، يدينون بسفك الدماء، يدينون بنشر الفاحشه ونشر السوء بين البشر. ولذلك هؤلاء الذين يسعون ان يفتحوا الحدود معهم ويخلطون بشعوبهم فيذيبون شعوبهم فسادا وفاحشة وكفرا وبلاء، فإن هذا لبلاء مبين. نرجو الله تعالى أن يزيل ولا يتم وأن يخيب آراءهم وأن يلتفتهم في نحور جميعا، هم وأنصارهم من يريد أن يفعل ذلك منهم. ولقد آتينا موسى الكتاب من بعد ما أهلكنا القرون الأولى. يقول تعالى أرسل الله موسى بالتوراة من بعد قرون سابقة عنه هلكت وبادت وانتهت. والقرون هي ما سبق أن فسرناها وشرحناها وذكرنا قصصها وذكرنا أحكامها من قوم نوح وقوم هود
وقوم صالح وقوم لوط وقوم ابراهيم قص الله علينا قصصهم في تلك القرون والقرن المئة. هذا الذي انفصلوا اخيرا عليه المئة من السنين والقرن الجيل بعدما اهلك الله اجيالا وشعوبا وامما. اي موسى جاء متاخرا بعد ذلك. اتبقوا هؤلاء كلهم شعيب الى مدين وابراهيم الى باب يا نمرود ولوط الى اهل سدوم في فلسطين وهود وصالح الى عاد والى ثمود ونوح الى البشريه وكانت لا تزال قريبه العهد بادم. ليس بينها وبين ادم الا الف عام. ومكث ولبث في قوم ابراهيم الف سنه الى خمسين عاما. فقص الله علينا ما قص مما مضى جميعا بعد هذه القرون الطويله وهذه الاجيال المتتابعه التي اهلكها الله وذهبت في امتداد. وارسل بعد ذلك موسى وسبقه من بني اسرائيل سبقه يوسف سبقه سليمان سبقه داود سبقه ايوب سبقه يعقوب سبقه اسحاق وهو اسرائيل وهو كبير انبياء بني اسرائيل. اما ابراهيم ولو كان ابا لهم كبائر فهو ابو عربي الاول وهو الذي مكن للعرب هنا واتى بوليده اسماعيل واسكنه هنا في هذه الارض المقدسه. فكان اسماعيل نبي الله ورسول الله الجد الاعلى لنبينا عليه الصلاه والسلام والجد العالي لجميع عرب اليوم من قرون. اما الذين كانوا قبله فيسمون بلغه الانساب والاحساب العرب العاربة العرب الهالكة انتهوا ولم يبق منهم احد. ولذلك الله عندما ذكر ابراهيم قال ابيكم وخطاب للعرب وهو ابو العرب وهم نزلوا. ولذلك دعا الله لاسماعيل ولسلالته من اسماعيل ان يجعل رسولا منهم ان يزكيه ان يطهره. ولذلك كما يقول نبينا عليه الصلاة والسلام أنا دعوة أبي إبراهيم عندما دعا الله لأن يرسل رسولا منهم. وأنا بشرى أخي عيسى هو الذي بشر الناس باسمي وقال له في الإنجيل يأتي من بعدي رسول اسمه أحمد. صلى الله على أحمد وصلى الله على محمد وكلاهما محمد وأحمد اسمان كريمان الكريم خاتم الأنبياء عليه الصلاة والسلام.